السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. النهاردة جايب لكم موقع جديد اسمه بوك ماني. الموقع ده لسه نازل. الموقع ده يشبه فروت ماني وموتور ماني. الموقعين دول مشهورين جدا وقاعدلهم دلوقتي يمكن 2 سنين وبيدفعوا بانتظام. مواقع جميلة جدا. لو أول مرة تشوفنا ياريت تضغط مشاركة للقناة من أسفل الفيديو باللون الأحمر وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة الموقع دي واجهة الموقع، فيه 5223 شخص مشترك. الاستثمارات زي ما انتم شايفين اهي، ودي المدفوعات. هنخش على التسجيل في الموقع، هندوس هنا. هنا هنكتب الاسم، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، وعادة الباسورد، وهنعلم على العلامة، ونقوم ايه بالاشتراك. يبقى احنا كده سجلنا بنجاح. هنخش من هنا تسجيل ايه الدخول. هنحط الاسم هنا والباسورد وندوس دخول. دي واجهة الموقع من الداخل. اول ما تخش على الموقع اهم حاجة هتدوس هنا كده، وهتخش على الاعدادات، اعدادات الحساب، وهتقوم هنا هتكتب الرقم اللي انت الدفع، هتعمل رقم معين انت تبقى حافظه هتدخله كل مرة هتيجي تسحب منه من الموقع، وهنا هتحط رقم المحفظة. يعني هنا يبقى في 2 مظاهرين هنا مختفية عندي، يعني هنا رقم الدفع مثلا، هنا هتحط رقم وهتدوس اوكي. الرقم ايه يبقى انت كده ايه كله تمام. من هنا بقى ايه ده الحساب بتاعك، اول خانة، تاني خانة هنا بتخش، هو بيديك 10 روبل بتشتري بيهم، بيديك بيهم الشخصية الاولانية ديت، اللي هم 4 شخصيات في الموقع زي ما انتوا شايفين. كل واحدة ليها سعر معين، دي ب10 روبل، دي ب30 روبل، دي ب50 روبل، ده هنا ب100 روبل. كل واحد ليه قيمة، بيديك قيمة ايه الاستعفاء. هنا دوت الدولي هدية في الأول مسجلت في الموقع، وبتحط لك فوز زي ما انت شايف كده. بتيجي من هنا بتجمع زي ما انت شايفون كده، بتيجي من تحت من هنا السوق، هنا بتبيع ايه اللي انت جمعته. اهو كده هنا ايه، معلش انت عندي ضعيف شوية. اهو من هنا انا عندي 1438، هاجي كده ايه هبيع من هنا. تم البيع كده. هنترجم باللغة العربية. هنا جدول المستويات، قادة السباقات، قسم التدريبات. هنا لو هتضيف رصيد، لو عايز تضيف رصيد، اضافة رصيد في الموقع اللي انت عايز تشتري اي شخصية من دول تزود الربح بتاعك، بتدوس هنا وبتضيف رصيد. هنا طلب الدفع، يعني هندوس هنا كده اضافة رصيد. بتختار البنك اللي انت تبعه اللي انت شغال بيه، وبتحول رصيد بقى ايه للموقع عشان تشتغل بيه، يزود ارباحك في الموقع. و هنا تبديل الرصيد، لو عندك رصيد في الشراء للسحب وعايز تضيفه للشراء تشتري بيه. هنا بقى اهم حاجة تصفح المواقع ديت ما تفوتهاش، كل يوم تعملها دي بتزود لك، دي بتزود لك ارباحك بسرعة. اهم حاجة ما تفوتش تصفح المواقع دي. هنا لو هتضيف موقع مثلا، عندك موقع ولونه او اي حاجة عايز تضيفها على تضيفها هنا تضيفها.
في هنا مكافأة يومية اهي، دي متفوتهاش. المكافأة دي برضو كل يوم تاخدها بتزود لك رصيد الشراء. انا كل يوم باخدها زي ما انتوا شايفين كده، اهي دي المكافأة اليومية. انا كنت عايز اعمل لكم عملية سحب، بس شكل الرصيد كده عندي مش هيكفي، في 1 روبل. كده كل حاجة في الموقع شرحتها لكم، ويا رب يكون الموقع عجبكم. ما تنسوش تدوسوا اشتراك في القناة، واسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو اخر ان شاء الله.